أعتقد أنت سألتيني حول طاقة الظل، تمام؟ وقلتي ماذا، ما هو المعنى من طاقة الظل، تمام؟ إيه نعم أستاذ، نعم أستاذ، لأنه إي حدث هنا يعني نقاش عندنا في المجموعة، إي فبالفعل جاءت طالبة رائعة، كانت هي بالفعل هي طالبة تدرس علوم أشياء الدين، إي فقالت إن الجسد الظلي حسب تعاليم الغارديانز هو عبارة عن جزء معكوس موجود في مخططاتنا بسبب تكنولوجيا الميتاتروتية المتبادلة في الماتريكس، تبعا على الأقل ثلثين من مخططنا الأصلي اي معكوس وظلي وين قلت الشرح لدي الشرح عن لماذا أغلب الموجودين على الأرض لديهم هذه النسبة أو أكثر. الأمر متعلق بتكنولوجيا مكعب وجين ونيتاترون، اي وكمان يوجد حقل غير عضوي من الكهرباء الساكنة حول الأرض لتثبيت هذه التيارات المعكوسة في كل الأرض، ولو علاقة بالعبث في حقل الأرض المغناطيسي. المهم هذا موضوع آخر، عند النوم جسدنا النجمي ينفصل إلى جزئين، الجزء المعكوس هو جسدنا الظلي، هذا يذهب إلى الماتريكس الساقط ويجعلنا نعلق في أحلام مزعجة والقائمة طويلة، منها كمان أحلام جنسية بكثرة. هناك الكيانات الظلامية تستخدم هذا الجسد لاختراقنا وامتصاص الطاقة عبر هذا الجسد، والأحلام المزعجة ممكن تقوم بأشياء ترفضها روحك، ولما تستيقظ تتساءل ليش قمت بهذا العمل في الحلم؟ ليش تشعر كأننا مو إحنا وأن شيء بس كان هذا لا، يتحكم بس فينا؟ دقيقة دقيقة دقيقة، مو أنت هسه ممكن هسه هم يسمعون الطلاب والناس، بس أنا أريد أفهم منك، طاقة الظل ما له علاقة بواحد مثلا يمشي بالشمس ويشوف لا ظل، لا لا مو مش هذا لا ما لوش قصدك أنت. علاقة. نعم أستاذ، نعم ما لوش علاقة أبدا. زين، أنا بعدها من أنت سألتيني وطالب آخر سألني، أنا ما بعرف إيش تقصدون، بس بعدين شفت فيديو بالتيك توك لسيدة تحكي بالإنجليزي والترجمة بالعربي طاقة الظل، فهي تربطها بأنه يمثل شخصيتنا وهو الانفعالات والعواطف، وبعدين رابطتها بالعقل الباطن، فأنا مباشرة وقفت شوية هيك يعني بسرعة شفت، بس هو مو هكذا. لا 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 لا، اكو نقطة مهمة بهاي بعلوم الميتافيزيكس، بس شوية ننتبه رجاء، انا اريد اوضحها، يعني علوم الميتافيزيكس وعلوم الوعي، وانا اشكرك على هذا السؤال. هناك مرات مثلا يخرج لنا عالم بعلوم الوعي او علوم الميتافيزيكس، ها، ويعطي نظرية بس باللغة الإنجليزية، ويعطي نظرية ويجتمعون معاه ناس، ها، وتجدين النظرية بعدها تنتشر، تصل ممكن إلى روسيا، وطلاب يتكلمون فيها باللغة الروسية، ها، وبعدها تجدين تصل ممكن، ها، إلى القنوات الشرقية، والقنوات الشرقية بعدها يبدأون، ها، ينقلوها، فهي هكذا وصلت إلكم. التناقل، انتبهوا، يعني تبدأ من مفكر أو فيلسوف غربي، وثم نعم هو هذا بالإنترنت يحدث، ثم الفكرة هذه، ها، تمر على روسيا وغير روسيا، ها، وتوصل فرنسا وأسبانيا ويحشوها بالأسباني وبالفرنسي، وبعدين توصل للشرقيين، مثلا الشاكرات هكذا وصلت الشاكرات، ها، مثلا الجسم الأثيري، وبعدها يصل، أكرر معلش، للشرقيين، وثم تنتشر بالقنوات الشرقية. فاللي أنا سمعته الآن من توضيحك، واللي سمعته من هاي السيدة باللغة الإنجليزية وتحكي بالعربي، جزء من الصحة، بس هو مو صحيح. إحنا المفروض من نسمع شيء لازم أيضا نعطي الفلسفة والفكر الكوني والتحليلي والمناقشة. فاللي أنت عرضتي، شوفي، اللي أنت عرضتي أنه أكو تداخل نقاط، يعني نقاط متشعبة، وهذا بهذا وذاك بهذا، واصعد وانزل بهذه المفردات اللي هسه انت عرضتيها، بس هذا مو صحيح. لا،
الآن أكو شيء مهم، تعريف الجسم، جسمنا انتبه انتبه، الجسم زين، إذا هو هل طاقة الظل مرتبطة بالجسم؟ زين، طاقة الظل من كونها؟ انتبه انتبه رجاء شوي، أريد أتعمق معك. يعني طاقة الظل، أنت من تقولين الظل يعني هو مرتبط بالجسم أعتقد، ولا هو من إجى هذا الظل؟ الظل، شوف الاسم، الاسم الكلمة، مو هاي كلمة نعم جديدة، الظل نعم بمعنى أنه الإنسان هو واحد، وهذا خطأ كبير، وخرج منه الظل. هناك فيديو أخير لألكس كولير، من الفيديوهات الأخيرة، يوضح، وهذا بصوته وبكلامه نصا، أنا أعطيك إياه، يقول لدينا نسخ عديدة في المستويات العليا، إحنا الإنسان ملتي ديمنشنال أو دايمنشنال بينج، مرات يلفظ ديمنشنال أو دايمنشنال بينج. الإنسان، أنا قلتها، أليكس كولير يقولها، الإنسان كائن متعدد الأبعاد، ويقول إنه إحنا عندنا نسخة بالأرض، هذا كلامه نصا، وهناك نسخ أخرى عندنا حتى لو ما نحس بها، هذا كلامه تماما، أنا أنقله لكم. وبعدها يدخل إنه الإنسان هو الضوء بهالمعنى. أنت وياي؟ نعم أستاذ معك. فهل إحنا راح نمشي بأي طريق راح نمشي؟ هل نمشي إنه الإنسان كائن متعدد الأبعاد، أم كائن وكما أنت وضحتي إنه طاقة الظل؟ لا، مو هكذا. الشيء الصح اللي فيه، اللي أنت ذكرتي، إنه هاي طاقة مصنوعة من كائنات ويدخلون فيها على أفكارنا، هذا صح، بس هو مو كل الذي يقال صحيح. لا 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 لا، وأنا قلت هذا، يعني هم صانعين الشبكة، شبكة الماتريكس، أنا مو قلت هذا لك، إنه أنا، هم صانعين نعم شبكة الماتريكس، وعن طريق شبكة الماتريكس يراقبون الفكر ويبثون الأفكار السلبية، وأنا مو قلت إنه الكوابيس كلها من صناعتهم، بس هي ممكن ترجمت إلى طاقة الظل بهالمعنى. وأيضا أريد أوضح حتى كل طالب يسمعني، إحنا أيضا هناك مفردات جديدة تظهر باستمرار، كما قلت لك، يعني عالم نعم بالوعي أو عالم بالميتافيزيكس من الشخصيات الغربية يطرح نظرية جديدة، وبعدها تنتشر، تروح روسيا وأسبانيا وفرنسا، يعني بلغات، ثم تصل إلى الشرقيين، والشرقيين يبدأون يتحدثون عليها. لكن احنا مفهومنا الضوئي، الانسان كائن متعدد، زي احنا بالرياضه الكونيه، شوفي شوفي انتبهي، نعم ارجعي للرياضه الكونيه، انا اصر على هذا، ان الانسان ما عنده قلب واحد، خطا. لا 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 لا، لا نعم قلب واحد، ولا كبد واحد، ولا جسم واحد، دائما ارجعوا للرياضه الكونيه، انا اقول احنا ملايين من الاجسام، وهاي الحقيقه. وأليكس كولير حقيقة، يعني قبل، أعتقد قبل يوم، يوم أو يومين، كلامه تماما أنه عندنا نسخ أخرى، والإنسان هو كائن متعدد الأبعاد. إذا مشيتي بفكرة وفلسفة الإنسان كائن متعدد الأبعاد، فنظرية طاقة الظل تسقط، ما تمشي، نعم ما تصير، ما تصير، بس هي فيها جزء من الصحة اللي أنت وضحتي عن طريق الكوابيس والفكر السلبي مصنوعة، صح، أنا أقول لك صح، بس البقية اللي أنا سمعته، قلت لك، من هذا الفيديو باللغة الإنجليزية، ومو صحيح. لا، أنا ظنيت أستاذ أنه ممكن يكون إيه الظل يقصدون به أنه مثلا أنه فكرنا مثلا إيه عندنا احنا فكر دائما في تفكير، فهذا الفكر حسب ما هو موجود فيه يعطي الظل عن ذلك الفكر اللي موجود، فيخرج لنا للسطح على شكل أحداث وأشياء تحدث، يعني كأنه يعطينا انعكاس لما هو بالداخل، فهم سموه ظل.
لا لا لا، مو هسه، لا لا، مو هيك، مو هذا. شوفي، هذا النقاش عميق. أنا أقول لك 99% من أفكارنا مش أفكارنا. أنا نعم 99%، كل واحد يسمعها دائما أقول هذا، 99% بما نفكر فيه ونطرحه من فلسفات ونقاشات ومن الجانبين، من الفكر الإيجابي والسلبي، هو مو من عندنا حقيقة. نعم. يعني أقصد إحنا عجينة الإنسان، إحنا عجينة من كائنات كونية، وهاي الكائنات الكونية تساهم حقيقة في صقل ها أفكارنا، بهالمعنى أنا أعطيكي. ف نعم. يعني مثلا أنت من تعيشين الكائن الضوئي، هناك ترى كائنات كونية تؤثر على فكرك، لازم تعرفين هذا. و اي نعم. طبعا، وعندما تفكرين بالقلق والخوف، هناك كائنات تؤثر على فكرك. الآن راح نتعمق فيها أكثر. الآن الفكر بتاعنا هو أيضا من الأشجار، من الطبيعة تأثر. يعني احنا ليش مثلا من نمشي بحديقة ها نشوف، نشعر براحة؟ أريد بس انتبهي، انتبهي جيدا إلى الذي أقوله، لأن احنا دخلنا الآن بعمق بهالنقاش هذا، وهذا النقاش مهم، شاركوه نعم بقنواتكم الكونية. نعم الهرمونات تأثر على الفكر. طبعا. ايه من انت جوعانة تشوفين فكرك شوية صعب، ايه تأكلين طعام الفكر يتبدل. نعم ترى هذا شيء جدا مهم. اي نعم، مثلا من شخص يأخذ حمام ها، قبل الحمام فكره مختلف، بعد الحمام فكره مختلف، تفكير الصباح يختلف عن تفكير الليل. شوفي شوفي، طبعا. وليش اقول لك انه احنا افكارنا مو افكارنا تقريبا. نعم ومرات أستاذ. الان راح ندخل فيها اكثر، مرات انت تشعر، او شخص يشعر بالغضب، ليش بعد ساعتين يشعر بالعطف؟ في اليوم القادم يشعر بالحزن، شهر تجديه متفائل، الشهر الاخر مش متفائل. هذا ايضا بسبب ممكن كثرة سماعه للحوارات ها وللانترنت، وهذا هيك يقول وهذا المعلم هيك يقول، فالفكر يتأثر. شوفي انتبهي، انتبهي، الفكر يتأثر حتى بطاقة الكواكب. ليش من مثلا يوم مشمس تشوفين الناس فرحانة؟ نعم ولو أمشي معك، الفكر يتأثر حتى بالثقوب السوداء. نعم، طاقة الثقوب السوداء. الفكر يتأثر حتى بطاقات الكائنات الإيجابية، اللي مثلا خلينا نقول مجرة الاندروميدا، يعيشون فيها كائنات الاندروميدا. الآن في نفس الوقت كأنه أيضا إحنا عندنا القابلية ها أنه نختار الفكر. انتبه انتبه، ترى هذا أمر مهم. نعم. هناك فيديو أيضا يعني لألكس كولير، بس يوضح أشياء رائعة بآخر الفيديوهات، مهمة حول الحلم، الأحلام. ف يعني هو يربطها، بس يربطها ربط رائع، انه في النوم عندما، بس اريد اقول هذا شيء مهم حقيقة، وصلنا لهاي النقطة. يقول في النوم عندما تحلم، يعني انت مستعد للنوم، احنا نسميه البناء الايجابي، فمثلا إيه. ترى نفسك انت النجاح وانت القوة. نفترض هو ما لا يقول النجاح والقوة، بس انا اريد اوضح ما هو يطرحه. يقول هذا كأنه روح كونية، وهاي الروح الكونية في الحلم، وهاي الروح الكونية بعد أن تستيقظ في اليوم القادم، انتبهي، هاي الروح الكونية اللي مثلا أنت فكرتي أنت النجاح، أنت ضوء كوني، أنت قوة، كأنه هاي الروح الكونية تسقل الظرف المادي، يعني تغير الظرف المادي، لأن أنت وضعت ها هذا الحلم أو هذا الفكر في الأكوان. تقريبا بهالمعنى. كان نقاش رائع حقيقة، وسئل سؤال حول الحلم.
إيه نعم نعم بمعنى مثلا استغفر عندما أنت، لا مو هذا يبعدنا الآن عن طاقة الظل. نعم شوفي مو هذا احنا هسه جايين نشعل الفكر، شوفي وين وصلنا هسه احنا. انتبهي انتبهي شوفي وين وصلنا. فبمعنى الشخص عندما مثلا هو متمدد على السرير حقيقة، خلي نشوف هذا يعني قبل لا يستعد، قبل لا ينام، ويرى نفسه هو ضوء أبدي، ويرى نفسه هو يستلم دي ان اي الأكوان، ويرى نفسه أنه بصحة عظيمة، ويرى أن الأرض تعيش الحب، هذا يخلق روح كونية، وهاي الروح الكونية ها في اليوم القادم تؤثر على العالم المادي، إيه صح على ظروفه. نعم You see؟ نعم نعم فهو أنت من قلت الفكر، الفكر مو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مو هسه أنت الآن ممكن أنت فكرتي فكرة، بعد 5 دقائق هناك فكرة أخرى وفكرة أخرى وفكرة أخرى. صح ها؟ مو صحيح؟ نعم نعم الآن أكو حالة مهمة، انتبهوا كل واحد يسمعني، هاي مصنوعة من شبكة الماتريكس، ركزي جيدا على الذي أقوله. عندما تفكرين إيجابيا يعني تفكرين بالحب بالنجاح، بس يحتاج لها تركيز، تجدين مؤقتة ها ومباشرة يأتيك فكر سلبي يعكس، هاي موجودة ترى. يعني مثلا تحاولين تشوفين نفسك أنت ضوء الأكوان أو أنت النجاح أو أنت القوة، بس فجأة الفكر يتغير على ظرف سلبي بالماضي. هذا يحدث عند كل الناس، وأنت تتفاجئين تقولين ليش أنا كل ما أريد أن أركز على الشيء الإيجابي كأنه بعدها بفترة، أعتقد ما أعرف 10 ثواني 15 ثانية أو ممكن 30 ثانية، وبعدها تنعكس يجرك إلى أخطائك بالماضي. هذا من صنع كائنات سلبية، الماتريكس، طبعا مستر تغيير الفكر حقيقة، تغيير الفكر دائما، كل ما كأنه كل ما تتجهين باتجاه النجاح والضوء، كأنه الشبكة المصنوعة شبكة الماتريكس عندهم فعليها عامليها بتكنولوجيا كأنه تعكس الفكر. ولهذا عندما تعرفين عندما فكرتك تنعكس باتجاه السلبية، هاي خدعة، هاي خدعة. ومباشرة بهاي الخدعة ممكن تخرجين إلى الطبيعة تتمشين مثلا، ما أعرف يعني ممكن تسمعين أغنية، فتجدين الفكرة السلبية شيئا فشيئا تنتهي. ها؟ أستاذ أنا عندي تقنية أستعملها مع الأفكار السلبية دائما، إيه؟ لما تجيني فكرة سلبية أغيرها في نفس اللحظة بفكرة إيجابية. لا بس هذا وحده مو كافي ترى، مو لأنه راح تجيش مرة أخرى الفكرة السلبية، هاي موجودة نظرية معروفة، بس هاي مو كافي ترى، لا مو كافي حقيقة. الاقتناع أنك ضوء الأكوان وأنت نجمة ضوئية هذا جدا مهم، بس بعد الدراسة المعرفة أنه أنت، شوفي المعرفة أنه أنت كائن متعدد الأبعاد، هذا ترى مهم جدا الأمر اللي أقوله. المعرفة يعني القناعة التامة، خلينا نقول أو شبه التامة، أنه أنت كائن متعدد الأبعاد، مو فقط أنه أبدل. شوفي هاي موجودة نظرية يعني الفكر السلبي وتبدله بالإيجابي، بس معرفة حقيقتنا ومعرفة تاريخ الأكوان ومعرفة أننا أسقطنا، هذا جدا مهم. الفهم دائما، إيه دائما أنا أقول الفهم، الفهم يحرر. نعم صح فعندما تأتيك فكرة سلبية هنا أنت تعرفين أنها مفبركة، فيك، مو حقيقية. You see؟ حقيقة يعني. أي طبعا نعم إيه؟ وهذا أنا أطبقه بالرياضة الكونية يا حقيقة. صاحبي مثلا أنا يصير عندي تشنجات بالرياضة الكونية، من نرفع أثقال ها يصير أنا عندي تشنجات. فأنا دائما أقول أنا كائن متعدد الأبعاد، أنا ضوء الأكوان. إيه ليش؟ نعم لأن إحنا جسمنا بالتشنجات، إحنا مو جسم واحد، نعم
بالفعل أستاذ، بكل تأكيد أنا متأكدة من هذا، لأن بالفعل شفته في جسمي. أها يو سي أي هكذا. فهنا طاقة الظل كنظرية تكون ممكن ضعيفة، فيها جزء من الصحة، فقط أريد أرجع على النقاش، إيه بس مو كل الصحة. يا عزيزتنا الكون العظيم يبارك روحك المقدسة، وأشكرك أيضا على هذا السؤال، تقبلي تحياتنا. بالنسبة إلى تعاليم أشياءنا دين، أنا أسجل هذا للتوضيح لأن رأيته مهم، أنا أناقشك. أشياءنا دين على صوتي هذه أسطورة حقيقة، ووضحت يعني علوم ما أعتقد تجديها عند علماء كثيرين بالوعي وبالميتافيزيكس، ووضحت علوم في غاية الأهمية، وهو السقوط الكوني والكائنات الأولى والحروب الكونية، وأعطت أسماء الملائكة الإيجابيين والملائكة السلبيين، وذكرت الأنوناكي ولعبهم ها بالطاقات الكونية، وذكرت الأنوناكي والدراكونيين في لعبهم ها بالسيطرة على الممرات النجمية، ووضحت علوم الممرات النجمية توضيح عظيم. أشياء دين أنا أقول لك معلمة بارعة حقيقة وفاهمة ورائعة، لكن أني أريد أعطي أيضا، أني درست كتبها ودرست محاضراتها، لكن ما وافقها على مبدأ وهو التنبؤ السلبي للأرض. أنا ما أريد أتعمق بالتنبؤ السلبي للأرض لأن هذا خطأ كبير. صحيح. أنا أريد أقول لك قصة، هناك معلمة، انتبهي إلى هاي القصة، هناك معلمة ما يعني ما يأتي على بالي اسمها، بس هذه اشتهرت كثيرا أعتقد بالخمسينيات والستينيات، يعني معلمة روحانية، وهذه أيضا أخبرت الناس أنها على اتصال أما مع مرشدين روحانيين بالأعلى بأبعاد عليا أو كائنات كونية، وبدأت تكتب مقالات وبدأ الناس يستمعون لها، وبدأت الناس تهتم بما هي تقول. انتبهي انتبهي، أعتقد هذه المعلمة أما بالخمسينيات أو الستينيات، إلى أن أتى يوم فاجأت متابعيها بخبر سلبي، أنه استعدوا مثل هذا، استعدوا انتبهوا ها تحضروا، أعتقد ما أعرف حدث سلبي أما زلزال أو إعصار، وحتى أكو ناس انتبه من المتابعين بدأوا بإخلاء بيوتهم حقيقة استعدادا لهذا الحدث، على اعتبار إيش؟ على اعتبار أن هذه المعلمة هي يعني متواصلة من أبعاد عليا وهي على ثقة، حقيقة بدأوا الناس بإخلاء بيوتهم قسم منهم وينتظرون هذا اليوم المرتقب، ووصل هذا اليوم المرتقب وما حدث أي شيء ماكو شيء إطلاقا. فهو التنبؤ السلبي ليش خاطئ؟ وأشياءنا دين يعدها بالصوت، إنه تحضروا يا ناس يا جماعة راح يحدث كذا للأرض، تحضروا، هذا خطأ كبير، أنا ما وافقها على هذا أبدا. ليش؟ أنا مو فقط أقول ما وافقه، بس أنا لازم أعطي التوضيح. السبب لأن الأكوان ما تمشي بالسلبية وما تمشي بالتنبؤات السلبية، صح. الأكوان لا تمشي ها إنه كائنات سلبية تريد السيطرة وخلاص، لا مش هكذا، بس أريد أنا أوضح لك أكثر. باستمرار باستمرار هناك سحب من الأعلى، أنا قلت هذا وأكرره، يعني البعد العاشر يسحب التاسع، التاسع يسحب الثامن، الثامن يسحب السابع، هذا السحب، انتبهي، لا انتبهي إلى كلمة السحب، يسموه السحب الكوني إلى الأعلى، هذا السحب الكوني إلى الأعلى يضيق على السلبيين ويضيق على الخطط السلبية كثيرا كثيرا كثيرا، يسمى السحب الكوني. نعم شوفي كم وضعوا خطط الدراكونين والأنوناكي على يعني سحب ها الأرواح وسحب الناس باتجاه الثقوب السوداء، فشل. نعم نعم الخطط السلبية عمرها قصير، وهذه الخطط تحت
تحت المراقبة باستمرار، تحت المراقبة باستمرار. مو هو الفكرة، انتبهي، بس أريد أقول لك احنا عندنا أكوان، هو مو كون واحد ولا مجرة واحدة، نعم عندنا أكيد العوالم المتوازية والأبعاد الغير منتهية، وعندنا كائنات تريليونات تريليونات من الكائنات. أين الخطأ؟ شوفي، الخطأ بالتعاريف وبالتنبؤات السلبية، انتبهي إلي رجاء، أين الخطأ؟ هم ينظرون من داخل مجرة التبانة، أني أنظر من خارج الأكوان، أني ما أنظر من داخل مجرة التبانة. نعم، أنت من تدخلين داخل مجرة التبانة راح تصدقين بالسلبية، بس مجرة التبانة ها تابعة لأكوان وعوالم، انتبهي انتبهي. فهو التفسير، تفسير أشياء نادين، مو أنت قلتي لي أنه، أنت قلتي لي أكو طالبة يعني هي مهتمة بدراسات أشياء نادين وهو رائع، بس أنا أجيب هاي الطالبة، الخطأ بالتنبؤ السلبي للأرض أن أشياء نادين جاي تنظر من داخل مجرة التبانة، هذا خطأ، صح هذا صح مو صحيح، هذا ما يمشي، نعم ما نعم يمشي. طيب هنا الترددات، علوم الترددات ها وعلوم الموجات والكائنات الإيجابية والأكوان الغير المنتهية، ما هو هسه مجرة التبانة منين جاية؟ مجرة التبانة آتية من أكوان أعلى منها، والأكوان الأعلى منها من أين آتية؟ آتية من أعلى وأعلى وأعلى، وراح نصل إلى مصطلح ما يسمى بالإنفينيتي، الأكوان نعم الغير المنتهية، بحيث مجرة التبانة تصبح أصغر 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 من النقطة. نعم فهنا ما فيه السلبية، ما يحدث السقوط الأرض أبدا إطلاقا أبدا أبدا. شوفي أقول لك حاجة، تحدثوا كثيرا حول سقوط الأرض قبل 1000 سنة و2000 سنة، ما حدث أبدا. الأرض، أنا أقول لك القادم، الأرض فيها صعود عظيم، وهذا القادم، القادم أنا أقول لك القادم صعود كوني عظيم، وشفت بالوعي عظيم صح لشعوب الأرض. ليش؟ هسه واحد ممكن يناقشني يقول شنو السبب؟ لأن أكو هناك السحب الكوني، دائما التفاعلية عزيزتنا تسمى التفاعلية، السحب الكوني هذا نعم لازم يحدث. ليش السحب الكوني؟ من أجل أن الأكوان تتوسع. شوفي، عندما الأكوان تتوسع يجب، يعني تبنى تخلق، يجب أن تكون هناك طاقة إيجابية. الأكوان لا نعم تتوسع، انتبهي انتبهي، الأكوان لا تتوسع بالطاقة السلبية، الطاقة السلبية طاقة انكماشية. نعم فأشياء طبعا نادين عندما تقول بسقوط الأرض، هاي طاقة انكماشية ما تمشي، ما تصير. نعم أنا أنظر من خارج الأكوان. نعم أكيد أستاذ آه، لكن علوم أشياء نادين أنا أشجع كل طالب يسمعني يدرسها، وأنا وضحتها في قناتي، قنواتنا قسم منها، يعني ناقشنا قسم من كتبها، رائعة رائعة جدا جدا حقيقة رائعة. بس حتى في نقطة، في بس بعض لو تسمحي لي من فضلك، بس لو تسمحي لي فقط في نقطة، عندما تبدأ تتكلم بسقوط الأرض هذا خطأ كبير، أنا أقول لك يعني، وهي هسه نعم هي وهي يعني تعتبر، أنا ما أعرف هسه هي مش موجودة باليوتيوب أو، بس هي قديمة يعني، بس هي رائعة، نعم مدهشة مدهشة يا شيخانة دي، مع كل احترامي، وخلي نصلي من أجلها أنا وياك، نعم لأن أنت موجودة معنا. الكون العظيم يباركها ونشكرها على هاي العلوم العظيمة، والكون العظيم يملأها بالسلام والأمان الأبدي. أريد أن أقول شيء بعدها، هذا شيء مهم كل واحد يسمعنا بعدها، انتبهوا، ممكن أنا أقول لك، ممكن قد أجبروا أشياء نادين على هذا الكلام، ممكن، وحتى ممكن تؤسس قنوات تدعي انها بتاع اشياء نادين، بس هي مش بتاع اشياء نادين، ايه صح استاذ مثل انتبه ما انتبه. عملوا مع الينا نعم اها، وممكن ايضا حتى كتبها، لان هسه هو كل الكتب هي اونلاين، ايه فهم يمشون بالكتاب، يعني يكون الكتاب الصحيح صحيح صحيح، لكن يضيفون سطرين ثلاثة يغيرون المعاني، ممكن نعم ايه
بس انا يعني حاول ممكن كلامها بالاتجاه السلبي، انا سمعته بالصوت والصوره من عندها، وانا ما اعتقد، ما اوافق على هذا. يعني اقصد انا ما امشي على هاي النظره نعم السلبيه. اي نعم أستاذ هكذا العظيم ده عزيزتنا، الكون العظيم يبارك روحك المقدسه، بارك تعيشين أستاذ ضوء الاكوان اينما انت تكون.